60 دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. حزب الله فلسفة القوة للمناضل والإعلامي الكبير الأستاذ ناصر قنديل، كتاب يجمعنا اليوم ليقول لنا إن من حقوق المقاومة علينا جميعا وعلى المكتبة العربية عموما أن نظهر للعالم أدبياتها ومنهجها. فالمقاومة ليست هي تلك البندقية المزروعة على كتف من باع جمجمته لله وقال حين عز القول هيهات منا الذلة. المقاومة ليست تلك الحالة فحسب، إنها فلسفة كاملة تبدأ من ألف الحروف حين البحث عن الحق في غيابات الحياة وسطوة كهوف الشر على نهارات الناس البسطاء. إن المقاومة ليست مجرد بطولات وانتصارات وصلتنا عبر الأخبار والشاشات، إنما هي معرفة جذور تلك السنديانة الراسخة في وجدان الحق والتي لا تمتح إلا ماء زلالا من رحيق الحياة الكريمة حين ينتصف اللون مزهوا ما بين الليل والنهار بانبلاج شمس لون أصفرها كرامة وشعاعها المنبعث هو نظرة الشهيد الضاحك حين يعانقه القديسون هناك. فإذا كانت انتصارات المقاومة لا ترى إلا بالعين، فإن فلسفة المقاومة لا ترى إلا بالعقل والقلب من خلال عين البصيرة. حينها فقط سنعرف ماذا أضافت هذه الفلسفة إلى العلوم السياسية بكل أقسامها، من علم الاجتماع إلى علم الاجتماع السياسي إلى علم نفس السياسة والجيوبوليتيك المعاصر. لأن انتصارات المقاومة كانت في لحظة المواجهة منعكسا للفكرة وللفلسفة. وهنا أتذكر ما قاله الشاعر المقاوم الراحل عمر الفرة حين قال في قصيدته رجال الله: رجال آمنوا قرأوا إذا جاء، رجال عاهدوا صدقوا وقد شاءوا كما شاء، صفاء النفس وحدهم فجل حديثهم صمت وبعض الصمت إيماء، لذا هبوا كآثار فلا يبقي ولا يذر، لهم في الموت فلسفة فلا يخشونه أبدا، إذا أمروا لأجل بلادهم رفعوا لواء النصر فانتصروا. والآن نقول إنها ذات الفلسفة التي توحدت بها الجماجم بين أبطال الجيش العربي السوري وأبطال المقاومة وهما يواجهان معا دعاة الظلام والعدوان، لذلك استحقا معا لقب رجال الله في الميدان. ما دام أساس هذه الفلسفة يقوم على الحق، وهذا هو بالضبط مغزى الكتاب ومقولته، حيث تتلخص بجملة واحدة هي: إن المقاومة تجربة قابلة للتكرار لا يمكن أن تنتهي ما دام الذي يتبناها صاحب حق غير قابل للتفريط. السيدات والسادة الحضور، في كتاب حزب الله فلسفة القوة نعبر بين أبواب خمسة الرابط بينها جميعا سلسلة من هواجس الأيام وذكريات مناضل ورؤى لمفكر عاش اللحظة منذ أول رصاصة أطلقها وهو يذود عن حياض بيروت حين استباحها العدو الصهيوني باجتياحه عام 1982، لتثمر تلك الرصاصة نهجا ووضوح رؤية حددت المسار والمصير. فالنضال لا يتجزأ إن كان بالبندقية أو بالكلمة. هناك سيداتي وسادتي من هو الأقدر
عن الحديث عن التجربة وعن النضال والمناضلين. رحبوا معي بالأستاذ الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية. تفضل يا سيدي. وبالأستاذ ناصر قنديل صاحب هذا المنجز، والذي أزعم بلا أدنى شك أنه سيصبح من أدبيات المقاومة وليس من أدبيات حزب الله وحده. والكلمة ستكون للأستاذ ناصر قنديل. أيها الأحبة والأصدقاء، أبدأ بتوجيه التحية للرئيس القائد الدكتور بشار الأسد والجيش العربي السوري والشعب السوري بمناسبة الانتصارات المتدحرجة التي تحققها سوريا في ميادين القتال والسياسة فتحاصر حصارها هذا العمر وتسقط الحرب عليها من داخل صفوف أعدائها، مسجلة أسطورة نصر عظيم صنعه صبر عظيم كان بطله الأول بطل الصبر العظيم الرئيس الأسد، وأبطاله الذين استمدوا منه العزم واليقين بالنصر الجيش السوري والشعب السوري، وفي قلب المعركة دائما جيش الدبلوماسية السورية الذي يحمل وصفة صمود سوريا وثباتها ونصرها. أشكر لوزير الثقافة الصديق اهتمامه وتوجيهه بتوفير كل المساندة لمشاركتي بكتاب حزب الله فلسفة القوة في معرض مكتبة الأسد الوطنية. أشكر إدارة المكتبة ومديرها العام شخصيا وطاقمه الإداري تعبهم وجهدهم وحرصهم واهتمامهم المميز. أتوجه بالشكر الخاص للصديق الدبلوماسي نائب وزير الخارجية الدكتور فيصل المقداد حضوره ومشاركته. أيها الأحبة والأصدقاء، قد تستغربون أن أدع مهمة التحدث عن الكتاب للصديق المفكر والدبلوماسي العتيق والمناضل العريق الدكتور فيصل المقداد، الذي أشكر أكثر من حضوره ومشاركته ثانيا وثالثا أنه تمكن من تخصيص البعض الثمين من وقته الثمين لقراءة كتاب حزب الله فلسفة القوة، وتلك علامة أستدل ونستدل بها جميعا أن ما ينتصر في سوريا هو الدم المثقف، وهو مصطلح أدعو لاعتماده في مواجهة مصطلح الدم المتخلف والمتوحش والهمجي، حتى ما ينتمي منه لبلدان تدعي التحضر ولا تعرف من التحضر إلا الآلة العمياء وتقنياتها الحديثة، لكنها الحضارة البلا روح التي تقتل بلا تمييز وتقوم على كبرياء السيف وتواضع الدم، بينما فلسفة القوة التي ستقرؤون عنوانها تواضع السيف وكبرياء الدم، هذا هو الدم المثقف الذي نعنيه. الكتاب سيكون بين أيديكم لتحكموا بأنفسكم، لتبنوا رؤيتكم الخاصة عنه ومدى نجاحي في تضمينه القيمة التي رغبت أن يتضمنها لوضعها بين أيديكم. سأحدثكم في هذا اللقاء عن كتابي الجديد الذي سيحضر بإذن الله العام القادم في مثل هذه الأيام وسوريا تحتفل بنصرها المنجز، وهو بمثابة الجزء الثاني المتمم لكتاب حزب الله فلسفة القوة. وقد آليت على نفسي منذ نذرت كل العمر وأنا على أبواب الستين الآن من أجل قضية آمنت أنها تستحق الروح والدم والوقت والجهد، سواء في التنقل بين الخنادق والوديان والتلال عام 78 وعام 82، أو في تنكب المهام السياسية والمسؤوليات الإعلامية، أو فيما أراه الآن القيمة المضافة التي تحتاجها حربنا الراهنة وحروبنا القادمة، وهي مهمة بناء العقول، المناهضة الفكرية والبناء الفكري. من هذا الموقع أيها الأحبة وأيها الأعزاء أقول الآن، والمقاومة تنتصر وسوريا تنتصر، القيمة المضافة التي أشعر بالحاجة لحضورها وأسعى للإسهام فيها قدر المستطاع لم تعد ساحات النضال العسكري تحتاجنا، وفيها أبطال وفرسان وأسود وعباقرة حرب،
ولا النضال الإعلامي ينادينا، وقد أنتج مؤسسات ورجال وسيدات أعتز بهم، خصوصا الجيل الشاب منهم. إن الفكر السياسي والثقافة يشكلان الآن الميدان الأبرز والأهم والأخطر لحروب اليوم وحروب الغد. الحرب التي ينتهي شكل من أشكالها ستعود حكما بأشكال جديدة، وهي دائما في أخطر وجوهها حرب العقول والثقافة. وسوريا تنتصر بالعقول والثقافة، وعلى رأسها العقل المثقف لقائدها الرئيس بشار الأسد، كما كان على رأس المقاومة ولا يزال العقل المثقف لقائدها سماحة السيد حسن نصر الله. وتتوقف صيانة الانتصارات على مواكبة هذين العقلين الاستثنائيين بعقول ترفض مسيرة الصمود والبناء والمقاومة، والاستحقاقات القادمة التي تحتاج هذه العقول المثقفة كثيرة وكثيرة. لست في كتاب حزب الله فلسفة القوة ولا في كتاب الجديد المكرس لسوريا في مشروع للتوثيق للحروب وخفاياها، وسيكون هناك حاجة طبعا لمن يقوم بذلك، ولا موضوعي هو سرد الوقائع وتحليل الأسباب وآليات الانتصار وطبيعة التحالفات. كل ذلك يتضمنه هذا الكتاب وسيتضمنه الكتاب القادم، لكن سيرد التوثيق والسرد والكشف عن الخفايا والتحليل حيث يكون ذلك ضروريا لموضوع الكتاب. في كتاب حزب الله فلسفة القوة جعلت مهمتي السعي لاكتشاف سر تميز وفرادة تجربة المقاومة التي قادها حزب الله وانتقل بها من نصر إلى نصر رغم كل التحديات والحروب وحجم التفاوت في موازين القوى بينه وبين معسكر الأعداء. فكان يفاجئنا كلما شنت عليه حرب قيلها أنها الحرب الفاصلة لسحقه أنه يخرج منها أقوى مما كان قبلها. أبحث في الكتاب كيف نجحت هذه المقاومة، وكيف نجح حزبها القيادي خصوصا حزب الله في رسم معالم علم سياسة جديد. هذا ما أزعمه في الكتاب، أننا سنقع مع حزب الله عندما ندقق في التجربة وندرسها على علم جديد في السياسة. المسألة ليست مسألة البطولة وحسب، المسألة ليست في العقيدة الدينية الملهمة على أهميتها وحسب، ليست في حجم الدعم الإيراني المهم جدا وحسب، إن الأهمية هي في من استطاع أن يوظف هذه المصادر الثلاث ويجعل منها وسطة للنصر بفلسفة هي فلسفة القوة. وهون أنا قبل ما أدخل بالقسم اللي له علاقة بالحرب عن سوريا بدي أخبركم كيف ولدت فكرة الكتاب. الكتاب قبل 3 سنين، يعني أنا رح أحكي بهيك لقاء كأننا في جلسة يعني بيتية. أنا اللي بيعرفوا كيف بكتب، يعني أنا المقال اللي 2000 كلمة ممكن أكتبه بساعة مجرد أن الفكرة واضحة وناضجة. وبالتالي هذا الكتاب لما بقول 3 سنين أنا كتبت فيه، أكيد ما كنت قاعد عم بكتب بال3 سنين، كان اختمار الأفكار وإعادة صياغتها وفكها وتركيبها والعودة للنقاشات من جديد هو اللي أخذ حتى بلغنا مش لحالي المرحلة التي تسمح بالقول أن الكتاب بات جاهز للإطلاق. خلص ما عادش في شيء نوعي نؤخره ونؤجله لأجله. بحوار مع سماحة السيد حسن نصر الله طال الله بعمره هذا القائد الحبيب العظيم، عم نناقش كيف يمكن للمقاومة أن تورث أكثر من الانتصارات. إنه القضية دائما في بلادنا العربية ليست في أن تأتي تجربة وتصنع انتصارات، القضية هي في بناء منهج قادر على استمرارية صناعة الانتصارات وصيانة الانتصارات المحققة. وأن تجربة حزب الله قدمت نموذجا يستحق أن يدرس لتستخرج منه الدروس والعبر والمعاني والأبعاد. وفي هذا الحوار مع سماحة السيد كانت وجهة نظري التي وافقني عليها أن المقاومة المستندة إلى عقيدة دينية ملهمة وحاسمة في تكوينها وفي ثقافتها لا تستطيع أن تكتفي بتفسير مصادر قوتها بهذه العقيدة، فهذه العقيدة يشاركها فيها كثيرون، مش فقط ما راحوا باتجاه النصر بل ربما تاهوا يعني في اتجاهات مدمرة ومخربة. وبالتالي إذا كانت تجربة مثل تجربة الإخوان المسلمين مثلا السابقة لتجربة حزب الله
والمفلسفة يعني المنظر لها بكتب سيد قطب أكثر من تجربة حزب الله. وإذا كان العنوان التميزي هو في التشيع فكتاب فحالة حزب الدعوة تقدم نموذج يعني للمدى الأوسع بين الشيعة العرب هو العراق وللعمق المرجعي الذي تشكله النجف. وفي حزب الدعوة قامات فكرية وفلسفية من عيار السيد محمد باقر الصدر صاحب كتابي فلسفتنا واقتصادنا، لم ينتج حزب الله في تجربته من يوازيهم على هذا الصعيد وفي هذا المجال. وكذا وكذا وكذا، هل هي التضحية؟ هل هي بذل الدماء؟ هل هي ولكل واحدة شريك فيها لم يكن شريكا في إنجاز موازن. وكان السؤال إذن حزب الله المستند إلى العقيدة الدينية التي تشكل جزءا من مصادر قوته الأساسية، المستند إلى الدعم الإيراني، وهذا كان إصرار سماحة السيد القول كي لا نخدع الآخرين ونقول أنه لو لم تكن هناك إيران، إيران الإمام الخميني وإيران الإمام الخامنئي، لما كان لنا هذه القدرة على صناعة الانتصارات. هذا شرط واجب لكنه غير كاف. تكتمل الصورة بفلسفة القوة امتلكها حزب الله. وأنا هنا أقول بدأ حزب الله بطرح السؤال، كيف تاهت حركة التحرر العربية لعقود وهي تناقش أولوية التحرير أم الوحدة أم التقدم أو الاشتراكية أو سواه؟ يذكروا يعني الرفاق والأخوة الذين عاشوا مراحل السبعينات من النقاشات سواء في حركة القومية العرب أو بين اليسار العربي وبين الحركة الوطنية العربية، كان النقاش يدور حول الأولويات والصدامات والصراعات تدور حول الوصفات النظرية المسبقة. أنا أزعم من خلال تجربة دراسة حزب الله أن حزب الله لم يضيع وقته في رسم الخطوة الثانية، وهذا أمر غاية في الأهمية. كان يكفيه يقين الهدف النهائي ووضوح الخطوة الأولى، أنك أنت بعد الخطوة الأولى لا تبقى أنت، وأن عدوك بعد الخطوة الأولى لا يبقى هو، وأن البيئة المحيطة بكما بعد الخطوة الأولى لا تبقى هي. يجب أن يكون اليقين واضحا بالهدف النهائي، والهدف النهائي واضح وهو الاشتباك المفتوح حتى إزالة إسرائيل. الخطوة الأولى هي إطلاق النار في هذا الاتجاه. يجب أن تدرس كثيرا قبل البدء بالخطوة الأولى، ويجب أن تضمن وتثق بأنك أعددت لها كل عناصر النجاح، لكن لا تضع الوقت في تخيل كيف ستكون الخطوة الثانية قبل أن تصبح هي الخطوة الأولى. هذا ليس في القتال فقط، حتى في السياسة حزب الله لم يزعم في يوم أن لديه خارطة طريق واضحة سيسلكها من إلى في مراحل متدرجة وصولا إلى الأهداف التي يقاتل ويناضل من أجلها، ولا حتى هو ادعى أنه يملك وصفات جاهزة وأجوبة على كل الأسئلة كما كانت تحاول كل الأحزاب التي عاصرناها وعايشنا تجاربها. أنا أذكر يعني كنا في تجارب عديدة، أنه حتى برنامج حول كيف سننمي الريف ونحن بعدنا يعني حزب يناضل من أجل أن يكون شريكا في ساحات النضال، نكون عم نحط برنامج زراعي إذا استلمنا السلطة شو نعمل. وبالتالي حزب الله درس كثيرا ليتعلم التجريبية، مؤمنا بأن يقين الهدف النهائي ووضوح الخطوة الأولى يكفيان. هاي عم بحكي في فلسفة، فلسفة إدارة العمل السياسي، فلسفة إدارة الخصومة وإدارة التحالف. وقف حزب الله وقال بعد دراسة يعني متوسعة في كل مناحي الحياة السياسية للخصوم وللحلفاء، وقال إن السياسة ليست إدارة حلف تكتيكي مع حليف استراتيجي، أنه أنا حزب الله حليف لسوريا حلف استراتيجي، الحلف التكتيكي مثلا كيف يمكن أن نتعاون في استقطاب طرف ثالث أو كيف يمكن أن نشترك في معركة معينة، هذا مثل شرب الماء يعني من تحصيل الحاصل. وليست السياسة إدارة خلاف تكتيكي مع خصم استراتيجي، أنه إذا أنت والقوات مختلفين استراتيجيا مش مرجل أنك تعرف تدير انتخابات في التنافس مع القوات أو انتخابات في التحالف مع التيار الوطني الحر أو حركة أمل. إن السياسة هي فن إدارة خلاف تكتيكي مع حليف استراتيجي، وفن إدارة حلف تكتيكي مع خصم استراتيجي. والبراعة في النجاح هنا هي التي تعطي علامة النجاح والفشل لكل حزب سياسي. الحزب الذي يضيع في حلف تكتيكي مع عدو استراتيجي ويخسر استراتيجيته سقط في السياسة، والحزب الذي
لا يستطيع أن يغير خصومة تكتيكية مع حليف استراتيجي دون أن يخسره، سقط في السياسة. حزب الله لم يسقط في واحدة من هؤلاء، ولم يكن لديه قوالب جامدة جاهزة. مثلا كل حزب بلغ مرتبة من القوة، أول شيء يفكر فيه إذا هو ينتمي لرؤية تقول نحن أمة عربية، ببلش يعمل فروع بالعالم العربي. هذا مع كل الأحزاب. حزب الله مش بس ما بلش يعمل، عندما جاءته العروض المتلاحقة من أصدقاء ومحبين ومناصرين ومؤيدين ما نعمل فرع. أنا كنت شاهدا على جماعات من فلسطين المحتلة كانت تتوق لأن توافق قيادة حزب الله على اعتبارها فرعا لحزب الله، وكان هناك إصرار قطعي أننا لن نضع فكرة المقاومة في علبة، نحن مع كل القوى الفلسطينية المقاومة، ومسافتنا في الاقتراب والابتعاد هي في اقترابكم وابتعادكم عن المقاومة. أنتم مؤمنون بفكر حزب الله، اذهبوا وخوضوا تجربتكم وأسسوا لها. في العراق حتى عندما جاءت كتائب حزب الله أصر على أن تميز نفسها بالتسمية وأن تكون كتائب حزب الله في العراق، وقيل لقيادة كتائب حزب الله في العراق التي تشكل حليف استراتيجي أساسي حتى تاريخه لحزب الله، لستم وحدكم، مثلكم عصائد أهل الحق، ومثلكم حركة النجباء، ومثلكم كثيرون آخرون يلاقوننا في الفكرة الأساسية الأصلية، وهي كيف نسقط الهيمنة الأمريكية وكيف نواجه المشروع الصهيوني. وهنا أقول أن حزب الله الذي يبدو متنسكا في ممارسة السلطة يقترب ويبتعد عنها بمقياس بمقدار لا يجعلها ولم يجعلها ولن يجعلها قضيته، خلافا لكل ما نصت عليه قواعد العلم السياسي أنه ما في حزب أول ما يتأسس إلا ومهمته قضيته أن يتسلم السلطة، وإلا كيف يضع برامجه قيد التطبيق. جاء حزب الله وقال إن قضيتي أكبر وأسمى، وأن هذه القضية التي عنوانها فلسطين، ومش هذا الكلام مش لأنه عم يحلم أو لأنه بده يحرق مراحل أو لأنه بده يروح على الأبعد مدى، لأن حزب الله أدرك حقيقة عميقة في تركيبة منطقتنا أنه لا مكان لبناء دولة ديمقراطية، ولا مكان لبناء مشروع تنمية اقتصادية، ولا بناء لسيطرة وطنية على الموارد والثروات ما دامت إسرائيل صاحبة اليد العليا في هذه المنطقة. إن هزيمة المشروع الصهيوني تشكل ألف باء كل مشروع ديمقراطي أو تحرري أو تقدمي في أي بلد من البلدان العربية، ولذلك لن يضيع حزب الله لا وقته ولا دماء بنيه في القتال على أهداف وهمية أننا نقاتل من أجل بناء دولة ديمقراطية في لبنان ونحن نعلم أنها ستسقط مع أول صفعة كف إسرائيلية، أننا سنمارس سيادتنا على النفط والغاز وإسرائيل متربصة بكيف تستولي على ثروات النفط والغاز، وبالتالي ذهب إلى الهدف الحقيقي، إلى الهدف المباشر، إلى الهدف الرئيسي الذي في خوض الاشتباك حوله ستتكفل المعركة باستنهاض قوى كامنة وفي خلق مسارات وفي إنتاج تحالفات لم تكن يوما في الحسبان. وأنا بالحوار اللي مع سماحة السيد سأل هل كان في توقعكم في يوم من الأيام القريبة، يعني تجربة المقاومة الحية الآن، أن تكونوا أنتم وروسيا في خندق مش موضوعي واحد، في خندق ذاتي، مش أنه بالمبادئ العامة ملتقيين أنه متشابكين كحليفين مباشرين؟ قال لا، لكن عندما تطلق الطلقة الأولى في الاتجاه الصحيح فإن الوقائع سوف تتكفل بعولمتك، لأنك تقاتل عنوان المعولم الأول في العالم وهو إسرائيل، وأن عولمة المقاومة ستتكفل بها إسرائيل، وستقيم فرزا بين خندقين قد لا يتوقع الذين ينضوون هنا أو هناك بأنهم سيكونون هنا أو هناك. كثيرون سيكونون معك ولم يكن في حسابهم هذا، وكثيرون سيكونون هناك ولم يكن في حسابهم هذا. ما رح فصل أكثر به، بس أنا عم حاول أقول هذا الكتاب ماذا حاول أن يقول. في كتابي عن سوريا سأحاول الإجابة عن سؤال مشابه لهذا البحث، ما هي التغييرات التي أدخلتها الحرب السورية على طريقتنا في التفكير؟ ما هي البديهيات والمسلمات التي أسقطتها؟ ما هي الإشكاليات التي حسمتها؟ فالحروب الكبرى لا تقاس فقط بحجم المنخرطين فيها وبمساحات القتال وعدد الجنود وكمية النار، بل بحجم ما تغير في قواعد التفكير. وسأكتفي أمامكم بالإشارة إلى أن مفهوم تحديد الكيانات الإقليمية والدول العظمى ومدى تأثير عظمتها قد تغيرا في الحرب السورية. فالإقليم كان في حال إشكال بين موروث اسمه الشرق الأوسط
وهو المساحة الممتدة بين الجبال الشاهقة العلو وبين الصحاري الشاسعة، وبين مصطلح آخر ومفهوم آخر جديد قيد الولادة اسمه منطقة البحار الخمسة، يكتب للعقل المثقف والاستراتيجي للرئيس بشار الأسد سر اكتشافه، وما بينهما سؤال أجابت عنه الحرب وحسمت الصراع. هل أن روسيا في منطقتنا هي مجرد دولة عظمى لكيان غريب عن هذا الإقليم، أم هي جزء من هذا الإقليم وبالتالي هي جزء من معادلاته التي تجعل الحروب في هذا الإقليم قضية أمن قومي روسي؟ الحرب قالت أن روسيا مش دولة عظمى جاية من المدى البعيد لتبني نفوذا، أن روسيا دولة إقليمية، وأن الإقليم الذي تخاض فيه الحرب الإقليم الواحد هو إقليم البحار الخمسة الواقع بين بحر قزوين والبحر الأسود والبحر المتوسط والبحر الأحمر والخليج. وبالتالي هذا تغيير في علم السياسة في مفهوم الجغرافيا السياسية حسمته الحرب السورية. وكمثال آخر، كيف حسمت الحرب معادلة الجيش العقائدي؟ ذكر كل النقاشات التي كانت تدور، انتهى زمن الجيوش العقائدية. شو قالت الحرب السورية في هذا؟ كركيزة، وهذا مش عم بحكي الجيش العقائدي في تحقيق النصر، لا، كركيزة لبناء الدولة الحديثة. وأنا هون يعني سنجد معا في الكتاب الجديد عندما يبصر النور كيف أن مفهوم بناء الدولة الحديثة ركيزته لم تعد الأحزاب بل الجيوش العقائدية. وعلى كل حال اللي بيراقب تجربة الحرب في سوريا سيكتشف على أهمية الدور الشعبي والسياسي الذي أداه حزب البعث، إلا أن نخبة النخبة الثقافية الفكرية كانت هي في الجيش العربي السوري. هل حصلت وصفة الإسلام هو الحل بالإذن من مولانا والدعوة لحكم الشريعة على فرص كافية لإظهار الأهلية من عدمها بعد وعود بالمن والسلوى وطول انتظار؟ سؤال آخر، لعبة الأمم التي كتب عنها المسؤول في المخابرات الأمريكية مايلز كوبلاند كتابه الشهير وجعله بهذا العنوان لعبة الأمم، واللي بالسبعينات لحالة أعيد طباعته شي 20 مرة، واللي صار في أي واحد يتحدث عن إرادة مقاومة يلقى بأي بيئة يحدث فيها جواب روح يا عم مش عم تمزح أنت، إنكم تعبثون لا تضيعوا وقتكم، إنها لعبة الأمم، كله مكتوب، كله في الأدراج الأمريكية جاهز، نهاية اللعبة معلومة. وببداية الحرب على سوريا استعمل هذا، أن عناد سوريا وصمود سوريا وثبات سوريا هو إضاعة للوقت، فما كتب قد كتب وسوريا ستسقط لأنها لعبة الأمم. ماذا قالت سوريا عن لعبة الأمم؟ كيف لدولة صغيرة أن تعيد تشكيل العالم الكبير وتوازنات قوى الكبرى؟ هذا ما قالته سوريا. الجغرافيا، كيف تتحول الجغرافيا وهي كائن غير ملموس إلى قوة مقاتلة؟ وكيف يصير التاريخ موجودا في ميادين الحرب؟ كيف حدث ذلك؟ إنها الحروب التي إن لم نذهب إليها ستأتي إلينا، حرب العروبة الجديدة المتجددة التي يقودها صدقنا الواعد الرئيس بشار الأسد، هي حرب المقاومة المنتصرة التي تبقى فلسطين بوصلتها، يقودها وعدنا الصادق سماحة السيد حسن نصر الله، سيكون في بطولات المقاومين وفي أداء جنود البواسل الجواب الشافي على أسئلتنا الكبرى. وشكرا لكم. فيصل الاستديو مستأذن أخوي وأنا أتولى أنا تقديمك وهذا بشرفني. بداية ننحني أمام هاماته شهداء وطننا ومقاومتنا، فهم الذين يصنعون الحاضر والمستقبل، وألف تحية لشهدائنا في السويداء الغالية الذين سقطوا نتيجة لتآمر الولايات المتحدة الأمريكية وتحالفها مع المجموعات الإرهابية المسلحة. كما نهدي كل أمنياتنا إلى جرحانا الذين صنعوا ببطولاتهم ويصنعون التاريخ المشرف
لأمتنا ولكل المناضلين في أنحاء العالم. أيها السيدات، أيها السادة، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أكون بينكم هذا اليوم وفي هذا المكان مكتبة الأسد وفي معرض الكتاب الذي يتم تحت عنوان شعب يقرأ شعب يبني. وفي هذه المناسبة الغالية التي تستحق منا الاحتفال بها، وهي مناسبة تقديم كتاب الصديق والمناضل والإعلامي والمفكر العربي الكبير الأستاذ ناصر قنديل. ليس سرا أن أذيع عليكم أنني واكبت الخطوات الأولى التي بدأ فيها أخي ناصر التفكير بهذا الكتاب حتى ولادتي. لقد كانت لحظات إعداد هذا الكتاب حبلى بالتحديات على أرض الواقع في بلدينا الشقيقين سوريا ولبنان، كما كانت مليئة بالتحديات الفكرية والإبداعية. وعندما ضاع الكثير في تحليل ما تمر به المنطقة من أوضاع غير مسبوقة في تاريخها، فإن وضوح الرؤية وطريق الوصول إلى الهدف كانا واضحين في ذهني وذاكرة ناصر قنديل المتقدة أبدا، والتي لا تستكين للضعف والتراجع في أي لحظة كانت. قد يتساءل البعض عن تقديمنا لهذا الكتاب حول حزب الله فلسفة القوة في مكتبة الأسد في قلب دمشق، وهنا يأتي الجواب من أعماق هذا الكتاب الذي وضع فيه ناصر قنديل عبق تفكيره الوطني والقومي والإنساني ليقول لك: وما الفرق بين دمشق وبيروت؟ أو أستميح العذر من ناصر قنديل إذا أضفت إلى ذلك: وما هو الفرق بين دمشق وبيروت وأي عاصمة عربية أخرى من المحيط إلى الخليج؟ أو ما هو الفرق في ظروفنا الحالية بين دمشق وبيروت المقاومتين وموسكو وطهران والضاحية الجنوبية؟ ناصر قنديل المبدع وصاحب الرؤية العميقة والتحليل السديد هو كل هذا. فهو عندما يهدي كتابه وثمرة جهده فهو يوجهه إلى كل مناضلي المقاومة وقوى التحرر العربية والعالمية. وهكذا فإن من يحمل جدوى النضال من أجل حقوق شعبه هو إنسان يستحق الثناء والاحترام. وهكذا فإنه عندما يهدي ناصر قنديل هذا الكتاب إلى روح القائد الراحل حافظ الأسد وإلى بطل الأمة الرئيس بشار الأسد وإلى قائد المقاومة السيد حسن نصر الله ورموز المقاومة اللبنانية الآخرين وإلى قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وإلى الشهيد الأممي أرنستو تشي غيفارا وإلى الراحل هوغو تشافيز، فإن ناصر قنديل يؤكد ولاءه لقضية تحرر الإنسان في وطنه وأمته وللإنسان في كل مكان. ليس بشيء جديد أن نقول إن ناصر قنديل يمتلك الكثير من الجرأة، الأمر الذي يسمح له بالتعبير عن أفكاره، وحتى لو لم تعجب أكثر الذين أو أقرب الناس منه، وإلا كيف كان لناصر قنديل أن يكتب عن حزب الله وفلسفة القوة لو لم يكن هو قويا بذاته وجريئا بذاته؟ لقد شعرت بقوة هذا الكتاب بدءا من السطر الأول فيه، وكلما حاولت أن أذهب إلى السطر الثاني
كنت أجد دافعا لكي أتحرك إلى ما بعده. فالسحر في هذا الكتاب يأخذ بالعقل ويسترب الإرادة لكي نصل في النتيجة التي يرغب ناصر قنديل إيصالك إليها. لا تستغربوا أيها السادة الحضور ما ذهبت إليه، وأنا الذي قرأت من الكتب وأقرأ كل يوم مئات الصفحات إن لم يكن أكثر من مقالات وكتاب السياسة الخارجية الدولية وتحليلات سفاراتنا واستنتاجات كبار القادة والزعماء، فإن هذا الكتاب هو كتاب استثنائي يتناول أكثر قضايا السياسة حساسية في عالم اليوم. انظروا مثلا إلى شبه الجزيرة الكورية وما تم فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية، فإن أصبح ترتيبها الإعلامي في الأخبار التي استمعتم إليها قبل مجيئكم إلى هذا اللقاء. أما أخبار حزب الله فهي على كل شفة ولسان. عندما تتحدث أجهزة الإعلام عن سوريا وعن لبنان وعن إيران وعن اليمن وعن نجد والحجاز وكذلك عن الكيان العنصري الصهيوني، ولا نحتاج هنا إلى التعمق عند الإشارة إلى دور حزب الله عندما يتطرق الأمر إلى القدس والقضية الفلسطينية بشكل عام. قبل الولوج إلى مناقشة أربعة جوانب سأمر عليها بشكل أكثر تركيزا، اسمحوا لي أن أؤكد أن كل كلمة وعبارة وجملة وفقرة في هذا الكتاب يجب التمعن فيها لكي لا يستثمر ناصر قنديل ذلك لفرض رؤاه. فعندما تقرأ ناصر قنديل عليك أن تدقق في كل شيء وتخرج أنت باستنتاجاتك الخاصة. وعلى الرغم من أنني أعتقد أنك قد تتفق بشكل كبير مع ما يذهب إليه ناصر قنديل، فهذا الكتاب لا يملي عليك أفكاره ورؤاه، بل يريدك أن تتبين أنت بالذات صحة وجهة نظره وما ذهب إليه. فهذا الكاتب الجريء بمواقفه والذي لا يحابي أبدا كان بقناعته إنما يمارس الموضوعية والحكمة في تحليله لمعطيات الموضوع المطروح. أيتها السيدات أيها السادة، يعيدنا هذا الكتاب إلى حقائق تاريخية تفرض ذاتها علينا بالمقارنة مع الوضع الراهن والأوضاع التي تمر بها منطقتنا ومع الحرب التي خاضها حلف دولي إقليمي كبير ضد سوريا. والسؤال الطبيعي الذي يتبادر إلى ذهن القارئ السوري هو: هل كان الاستثمار الذي وضعته سوريا في لبنان من دماء جنودها لحماية مشروع المقاومة ورعايته وصولا للانتصارات التي حققها هذا المشروع استثمارا مجديا؟ نكتشف في الحرب التي يخوضها جيشنا وشعبنا كم كانت قيادة سوريا حكيمة وصاحبة رؤية استشرافية وبصيرة ثاقبة. وها هي سوريا في المحنة التي عرفتها قد وجدت هذه المقاومة خير حليف وشريك وأخ وصديق وشقيق يقاسم السوريين الدماء دفاعا عن القضية المشتركة التي لم تغب ولن تغب عن سوريا ولا عن المقاومة، وهي قضية فلسطين. وبالتوازي نستحضر حلف سوريا مع الجمهورية الإسلامية في إيران التي يفصل الكاتبة مضامين موقعها من تجربة المقاومة وحزبها المحوري حزب الله. وكم دارت نقاشات حول صحة وجدوى خيار القيادة في السير بهذا التحالف الاستراتيجي، وهل هي الحرب على سوريا تقول لنا بالواقع كيف وجدنا الأشقاء الإيرانيين يقاسمون السوريين لقمة الخبز وهم في حال حصار كي لا تضعف سوريا ولا ينال عدوا
عدو من صمودها، ثم لم يلبثوا أن شاركونا بالدماء في تحمل تبعات هذه الحرب كتفا إلى كتف وقلبا إلى قلب. والهدف واحد، رد مشروع الهيمنة الأمريكية والعدوان الصهيوني والتآمر الرجعي. وبالقياس ذاته نستذكر الأصدقاء الروس الذين سجلوا وقفات شجاعة وقدموا تضحيات غالية في موقف ثابت مع بلدنا وسيادته واستقلاله. من حق قيادة سوريا على المتابع والقارئ الإنصاف في صدقية خياراتها وصوابية تحالفاتها، خصوصا أن حروبا إعلامية وسياسية وثقافية خيضت لضرب هذه التحالفات، ليتبين لنا أن الهدف كان تجريد سوريا من مصادر القوة في سياق التمهيد المخطط للانقضاض عليها. وقد أحبطتهم سوريا بوضوح رؤية قيادتها لحيوية ومكانة هذه التحالفات المبدئية، دون أن يكون في الحساب أننا سنكون يوما بحاجة لوقوف هؤلاء الحلفاء إلى جانبنا كما وقفنا إلى جانبهم. ونحن نقرأ الكتاب عن فلسفة القوة في تجربة المقاومة في لبنان، تستوقفنا خلاصات تستحق أن نستذكر معها ونقارن حيثيات وأشكال خوض سوريا للمواجهة مع قوى حلف الحرب الذي استهدف إسقاطها، وسأكتفي بأربع نقاط منها. أولا، العلاقة بالسلطة، حيث يقدم الكتاب تميز المقاومة برفضها جعل الإمساك بالسلطة قضيتها المحورية، ما مكنها من الثبات على عزمها كحركة مقاومة من جهة، ومن فتح الباب واسعا للمشاركة أمام الشرائح الاجتماعية المتطلعة نحو دور لها في السلطة من جهة مقابلة. واستحضر هنا كيف أدار الرئيس بشار الأسد، إضافة لما سلف، بصدد التحالف مع المقاومة. وإيران مفهوم العلاقة بالسلطة، فلم يكن الرئيس بشار الأسد يوما المتمسك بالسلطة قضية، ولو كان ذلك لكان الثمن معلوم والكل يعرفه، وأكثر من يعرفه نحن العاملون في الدوائر الدبلوماسية والسياسية. والطريق واضح، وهو الثمن الذي يسدده أغلب الحكام العرب وغيرهم من سيادة أوطانهم لاسترضاء الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وإرضاء المكانة العليا لكيان الاحتلال الإسرائيلي في معادلات المنطقة. ولم تكن هذه الشروط التي نتحدث عنها أكثر وضوحا في تاريخ الوطن العربي، وأجزم من خلال معرفتي بتاريخ العالم أن هذه الأوضاع التي نمر بها في أيامنا هذه من استذلال ونفاق وركوع أمام الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل لا سابق له على الإطلاق، فهي أمامنا جميعا، ولكل من يريد أن ينظر فلينظر إلى محمد بن سلمان وغيره من الذين باعوا ضمائرهم، هل يجوز أن أقول ذلك لأنه لا ضمير لهؤلاء، من الذين باعوا أنفسهم ونساءهم ووطنهم وشعبهم للشيطان. وكم هي كثيرة العروض التي حملها المنفذون إلى سوريا أملا بزحزحة الرئيس بشار الأسد عن موقفه المتمسك بالعروبة والمقاومة وفي قلبهما السيادة السورية. وكانوا في كل مرة يعودون خائبين، منذ دفتر شروط كولين باول إلى عشية خوض الجيش العربي السوري لمعركة تحرير الجنوب. فالمسألة هنا هي تماما
إدارة مبدئية ترفض التنازل عن القرار السيادي المتمثل بموقع الرئاسة وسواها من الرموز الدستورية، لأن هذا التنازل يطلب كمدخل لسقوط السيادة الوطنية بيد المستعمرين الطامعين وعملائهم، ولكنها ترفض جعل السلطة بذاتها قضية تسمو على السيادة والوطن فيدفع ثمنها من رصيدهما. وكم من مرة خاض الرئيس بشار الأسد لمرة هذه الأنواع من التحديات وخرج منها شامخا مرفوع الرأس، وخرجت سوريا معه منتصرة مضافة. ثانيا، يرسم الكاتب معادلة لمصادر قوة المقاومة من بوابة علاقتها بالأخلاق ورفضها اعتبار الأخلاق ضريبة تؤدى التزاما بها رغم ما قد تسببه من فساد. وقد أثبتت تجربة المقاومة ومثلها تجربة سوريا أن الأخلاق استثمار محدد ومجد في السياسة، إنها نعمة وليس نقمة، وهي وحدها التي تفسر أسرار قوة هذا الحلف الصلب المتماسك الذي انتصر لسوريا وانتصرت سوريا به وانتصر معها. وبالمقابل أحلاف الأعداء تعبير عن انعدام الأخلاق في أصل تكوينها وأهدافها لقيامها على الباطل والعدوان، ولكن في منهجها أيضا حيث يبيعون بعضهم بعضا ويتآمرون على بعضهم بعضا، بينما سوريا وحلفاؤها كالبنيان المرصوص وتسقط المراهنات على تفكيك حلفائها بالترهيب والترغيب على صخرة الأخلاق التي صارت بذاتها مصلحة. فروسيا الدولة العظمى قدمت عبر حلفها مع سوريا المثال الجاذب للكثيرين الذين يعانون من التعالي والتعجرف الأمريكيين وعقلية الاستخدام والاستتباع تحت مسعى التحالف وتحت مسمى التحالف، ويريدون علامات كافية للثقة قبل أن يبدلوا خياراتهم وتحالفاتهم. فكانت سوريا هي المثل الذي بدأ يغير دوائر العلاقات الدولية ومراكز الثقل فيها. ولولا الأخلاق كمقياس مقارن بين مشروع الدولة السورية الذي تفوق بلا منازع على المشاريع التي ناصبته العداء لما انحاز إليها الشعب السوري أولا ومن بعده شعوب العالم وقواها الحية التي بدأت تكتشف صوابية وقدسية كون سوريا تقف رأس حربة في وجه الإرهاب دفاعا عن كل شعوب العالم بمن فيها شعوب الدول التي تورطت حكوماتها في الحرب على سوريا. عندما كان يقول الرئيس بشار الأسد لجنوده قبيل تحرير الغوطة الشرقية: أنتم أيها الرجال في كل خطوة تتقدمون بها تسجلون خطوة في تاريخ هذا العالم على طريق التخلص من كل أشكال الاستعمار والهيمنة، فإنه كان يتحدث عن هذا العامل في فلسفة القوة ويحدد الطريق الواضح أمام شعب سوريا أنه لا عيش كريما إذا لم نكن نشعر بالكرامة ونمارس هذه الكرامة وندفع ثمن هذه الكرامة، فلا كرامة لشعب لا يدفع ثمن الكرامة. ثالثا، يصيغ الكتاب معادلة القوة معادلة لقوة مشروع المقاومة عنوانها القدرة على تحويل كل فائض للقوة إلى قيمة مضافة، أي المسارعة في تحويل كل نصر عسكري إلى ثمرة سياسية لتعود المكاسب السياسية وتتحول إلى مصدر لتعظيم القوة وصناعة انتصارات عسكرية جديدة. وهكذا
والناظر لمسار الحرب التي خاضتها سوريا سيقع على محطات كثيرة ينطبق عليها هذا المبدأ. وقد كان العمل وفقا لهذه القاعدة يلاقي اعتراضات في الرأي العام كثيرا من الأحيان، رغبة بالخلاص السريع من الحرب وآلامها، لكن التجربة قالت أنه لولا هذا التبادل في الحضور بين العمل العسكري والعمل بين العمل السياسي والعمل العسكري، وبالتالي بين فائض القوة والقيمة المضافة، لما كنا اليوم على أبواب نصر تاريخي بيننا وبينه قاب قوسين أو أدنى. وتكفي مراجعة يوميات الحرب والمسارات السياسية التي واكبتها لاكتشاف دور التسويات في تخفيض كلفة المعارك العسكرية، وكيف مهدت لانتصارات سرعان ما فتحت الباب واسعا لتسويات وتلتها انتصارات. رابعا، يضع الكتاب معادلة العمل السياسي، معادلة للعمل السياسي قوامها المهارة والكفاءة في إدارة تفاهمات تكتيكية مع خصم استراتيجي، وإدارة خلافات تكتيكية مع حلفاء استراتيجيين، ويرى فيها معيار البراعة ووصفة النصر. وكم تاهت قوى وحكومات في مثل هذه الإدارة فخسرت حلفاء استراتيجيين طمعا بتفاهمات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين، وأعتقد أن الأشقاء في الثورة الفلسطينية يعرفون ذلك أكثر مني. فدفعت كلفة حروبها مضاعفة، وقد أظهرت القيادة السورية سياسيا وعسكريا براعة وأهلية على درجة عالية من التفوق. فطبيعي أن تعرف حرب بحجم الحرب التي عشنا يومياتها الصعبة، محطات ومطبات تعرض فيها تسويات تكتيكية مع خصوم استراتيجيين، وتعترض الطريق خلالها تباينات تكتيكية مع حلفاء استراتيجيين. وخرجت سوريا من المحطات والمطبات أشد قوة وحلفها أشد تماسكا. والخصم الاستراتيجي هو كل من لا يحترم قواعد السيادة، والحليف الاستراتيجي هو كل من ينطلق من احترام معايير السيادة وموجباتها، والمعيار هو الأفعال وليس الأقوال فحسب. هذا صحيح بالنسبة لمسار أستانا وصحيح لمسار جنيف. لا مساومة على السيادة ولو استمرت الحرب عشرات السنوات، ولا مساومة على وحدة سوريا لو كانت كلفة الحرب عشرات أضعاف. اسمحوا لي أن أختتم حديثي عن كتاب حزب الله فلسفة القوة أن ألفت انتباهكم إلى أن هذا الكتاب إنما جاء قطعة ثمينة من الأدب بكل أنواعه والثقافة والسياسة والتاريخ والعلم، وهذا يعني أن مضمونه متاح لكافة فئات المجتمع المهتمة بالقراءة والمعرفة. لقد ذكرت أن كلام ناصر قنديل في هذا الكتاب ينساب كالمياه الصافية الرقراقة في أنهار ساحرة جميلة لا نهاية لها. فالفكرة التي يريدها المؤلف تتدحرج بين يديك بسهولة ويسر، فتزيد من تلقفها والاحتفاظ بها، فأنت تنتقل من جوهرة إلى أخرى، فتشعر أنك تملأ رأسك وجيوبك بأحلى الدرر التي ستحرص على أن لا تضيع منك. فكل كلمة على لسان ناصر قنديل لها معنى، وهي في موضعها من الكلام لا يمكن أن تكون في مكان أو فصل آخر. وأكثر الكلمات التي لفتت انتباهي وأنا أقرأ ناصر قنديل هي كلمات مثل الذهول والدهشة التي استخدمها للإشارة إلى الإنجازات التي حققها حزب الله بفضل فلسفة القوة عندما حرر حزب الله جنوب لبنان في عام 2000
عندما انهزمت إسرائيل من جنوب لبنان إلى غير رجعة ودون أي قيد أو شرط، الأمر الذي تكرر لاحقا في انتصار عام 2006. كما أبدع ناصر تنديب في ربط جميع محاور كتابه ببعضها، حيث أراح القارئ عناء البحث عما يربط الأبواب والفصول مع بعضها البعض، ولا يترك الكاتب عقدا دون حلها وإيضاحها. فهو ينقلك على سبيل المثال من خلفية تأسيس الحزب مرورا بما أسماه الحلقة الصعبة إلى الحلقة المتعة والحلقة المستحيلة والحلقة المفقودة، بكلام واضح ومقنع ومفهوم. أيها الحضور الكريم، بمثل ما تقدم تجربة المقاومة صواب الاستثمار على ما أسماه الكتاب فلسفة القوة، في الكثير من العناصر الأخرى التي عرض لها من الجغرافيا والتاريخ والديمغرافيا وأهمها التماثل بين شخصية القائد والمبادئ العليا للدولة أو للحزب السياسي، تقدم تجربة الحرب على سوريا والنصر العظيم الذي تصنعه سوريا دليلاً إضافياً على هذا المفهوم لفلسفة القوة، لكنها ربما في درجة التماثل في مصداقية انطباق هذه العناصر على كل من المقاومة وسوريا تعطينا التفسير لسر هذه العلاقة الاستثنائية التي تربط سوريا بالمقاومة وتربط المقاومة بسوريا. وشكرا. ستون دقيقة مع ناصر قنديل. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، برنامج سياسي أسبوعي على شاشة توب نيوز. ستون دقيقة مع ناصر قنديل، تحليل لأبرز الظواهر السياسية خلال أسبوع، مواقف قادة وناشطين، رسائل وأسئلة مسجلة ومرسلة للأستاذ ناصر قنديل يجيبكم عليها. ستون دقيقة مع ناصر قنديل.